FM. الكلمة ليك. حسين الجنحاني الكاتب العام الجهوي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة بنابل، مرحبا بك. صباح الخير. صباح الخير نبيل. شنو أحوالك؟ لاباس؟ والله الحمد لله. صباح الخير، نحب نرحب بكم ضيف التفاصيل. مرحبا بك سي حسين. مرحبا بك. شنو صار البارح في ميناء رادز؟ ولا هو احنا مدينة عزالة، كنت رسالة كتير مش نشعلها الإشكالية خطر وقعت تسخيمة شوية البارح على مواقع التواصل وليت عرق وضرب ومضروب، وانا قلت تفاعلت معكم البارح على موجود كباسام وحكيت حكيت اشو وما حكيتش معنا كما حكيت هما بي. خلينا توا نعملوا غيكول صغيرة ونحكيوا هكا بدم بيرد. شنو صار البارح؟ خاطر الناس الكل تحكي على فما رشوه ودرشنوه وفما ضخموها الحكايه، وليت معناتها فيها كيلو قال معناتها البارح، وهو اعتصام لاعوان الديوانه تعرض له سلك قوه الامن الداخلي هكا. هو اخويا بيطلع اعتصام، بيطلع اعتصام نزوم الاول، بيطلع اعتصام في القصبه. القصبه بعد ما حكينا مع رئيس ديوان وزاره الماليه وصلنا للباب، وصلنا تاريخ مزدود. الديوانيه بكل عفويه حبوا يتوجهوا لميناء رادس باش يكملوا ناخذ وقفه نتاعهم امام ميناء رادس. ما رانا كان شفنا احنا شنو اللي رانا، احنا شفنا قوات تعزيزات امنيه كبيره معناها ديجا، معناها كان شفتوا في الفيديو معناها برشا حاكم كيما نقولوا بلوكات. احنا ما نعرفوش علاش احنا وقفنا سلميا، وقع صدمه من الحاجه من الاجزاء الامنيين، ما وقعش كما قالوا برشا عبيد معناها اعتداء ولا جست، ثم صار انفلات صغير وقعد ديريكت معناها كيما نقولوا احنا صار انفلات معناتها شفناه في الفيديو، معناتها فما مناوشات صارت بيناتكم معناتها بين مناوشات وقع انفلات، لكن كيما نقولوا احنا جايين معناها في بالوقت معناها فهمت. احنا زملائنا هذوما يخدموا في خدمتهم هما جاو ما نعرفوش احنا علاش جاو، خاطر احنا هذاك البورت كيما نقولوا احنا البورت نتاعنا هذاك. شو معنى نتاعكم سي حسن؟ معناها احنا بورت نتاع الديوانية، معناها الديوانية نتاعنا نخدموا فيها، معناها احنا كي جينا غادي ما نجينا باش نعملوا شوشرة، احنا جينا جوست باش نخفوا غادي نحتاجوا كاع على مطالب نحتاجوا عليه. ما تشوفش انه اعطيتوا صورة سيئة للمواطن التونسي في التصرف هذايا او المناوشات اللي صارت البارح؟ والله مش هل البلاد ناقصة معناتها ماشية كيما هكا؟ مش احنا صورة سيئة راهو. لا 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 نسأل فيك، نسأل فيك خاطر برشا ناس استاءوا البارح من اللي صار في ميناء رادس. أنا قلت لك مش احنا عطينا صورة سيئة، راهو فما يمكن مسؤولين ولا ما نعرفش هم اللي دفعوا باش صارت الحكاية هذي، خاطر احنا جينا وقفنا عادي والبوليسيين كانوا واقفين عادي، جات تعليمات ما نعرفوش من جات التعليمات هذي باش يقع خرج من أمام بعدنا من أمام ميناء رادس، ما نعرفوش علاش معناها. الوقفة نتاعكم في ميناء رادس مرخص لها، معناتها عندكم ترخيص في الوقفة هذه في ميناء رادس؟ أنت تعرف احنا لا ما قلت لي أنت من الأول كنت في القصبة الحكاية هكا ولا؟ معناتها أنتم اعتزمتوا أنكم تعتصموا في القصبة، لكن من بعد مشيتوا لميناء رادس، اسكو أنتم معناتها عندكم ترخيص نتاع اعتصام غادي في رخصة اعتصام في ميناء رادس؟ مانيش باش نعتصموا خويا نبيل، احنا عندنا وقفة احتجازية قلت لك، مشيت وقفة احتجازية. اي ما وقفة لازمها رخصة ولا في بالي وزارة الداخلية نو؟ ولا لا احنا حق النقابة يضمن لنا راهو الوقفات، احنا كنا داين عليها من 20 شهر، معناها عندها شهر التالي داين الوقفة. فهمت. جا تعلم بها الإدارة وتعلم بها في صورة الإشراف. كل صورة الإشراف يضمن بها. معناتها تم الإعلام بالوقفة هذيا معناتها. تبان ديجا على الإعلام خلال السنة فينا قدام في القصبة وفي رادس معناها. واضح. ما الحمد لله معناتها حكمتوا العقل في الاخر وما صار شيء. بالطبيعه احنا في الاخر زملاء في بعضنا، احنا كي وقفنا من الاول احنا كنا سلمنا عليهم بالبوس وحكينا، ومن بعد قلت لك جبت تعليمات ما نعرفوش شكون جبت التعليمات باش يقع بعضهم قدام الميناء، احنا وقفنا لين الساعه ولا اكثر وما صار شيء فهمت. ما تمش استعمال العنف معناتها من قبلكم ولا حبيتوا تعطوا الميناء ولا؟ لا ما وقع حتى شيء، جست قلت لك صار انفلات صغير ووقع تجاوزه بالوقت معناها. باهي نمر للموضوع المهم هو تنقيح القانون الاساسي ومطالبكم في الاعتصام هذايا. احكي لي شويه شنو المشاكل في القطاع نتاعكم سي حسين؟ شنو المشاكل القانونيه والمنظومه القانونيه اللي لازمها تتصلح معناتها اليوم؟ انتم تسمعوا بالتعصيب ديوانه. باهي. كل حكايه على تعصيب ديوانه. وتعصيب ديوانا احنا قاعدين نسمع فيه ومالينا شيء معناها. احنا كنقابه واحده دايما لهيئه الهيكله الاداره.
أنا على 350 عميل في الإدارة، هذه من أبرز المشاكل. على 350 عميل في الإدارة ليش؟ كما نقولوا احنا خطط وظيفية، معنا يمشي صباح يدخل من با بيرو يقعد يروح. أنت أنا كإدارة كان قبل واحدة دائما معك هيكل الإدارة، معناها يعطي الهيكل تمتير للعمادية فيهم خطط وظيفية، معناها نجي بين المشاكل زادة من اختار اللي تتمتع بها زملائنا دي غير انتي تشوف خويا في مطالبنا كل تلقى في اخر اخر جملة من المطالب على غرار زملاء بالداخلية بالداخلية المشاكل، معناها احنا ديوانية مطلبوش اكسبسيون، طلبوا على غرار، معناها مساويات فهمتي. هذا خويا في محضر موجود في محضر جلسة صحح في 20 سبتمبر مع الإدارة العامة في 18 نقطة موافق عليهم الإدارة، نقطة مفقالة لدار ثم طلبتوا ترقية زادة كيفيك ترقية للديوانة اللي موجودين في بنقردين تقريبا يوم المحكمة. أيه خويا طلبنا ترقية ومن حق الترقية خاطر أنت كتشوف ألف ومئة ترقة في تلك الداخلية، أنا قلت لك لرجع طلبنا على غرار الداخلية وعلى غرار أتلك النشيطة اللي كيفنا ترقى ألف ومئة ترقة صارت الداخلية من الأعوان الداخلية اللي خدموا نهار السبع الملحمة انت بنقردين. أنا في الإدارة العامة ديوانة وصارت حتى تركة منها. أعطيك أكثر من هذا يا أخويا. سجل ثم سجل في مدينة نسيت اسمه في المومون. ثم سجل في مدينة يبعد 90 كيلومتر على مدينة. أول سجول السلاح وزي ترقيات. اللي خدموا لها 6 و 7. في المقابل الديوانية معناها اللي هم يخدموا 2 كيلومتر على الحدود مع ليبيا. وسجل منهم أول شهيد. اللي هو الشهيد حسين المنصوري. الله يرحمه. اليوم لا هذا ما قدر حد شيء معناه. وهذا غريب لأن نحن لازم نطفى السيران عليه شذي. عليه. ونعرف سلك الديوانة معناته سلك حساس، نحكيه على التهريب ونحكيه على معناته حدود البلاد معناته البحرية والبرية. التهريب ونحكيه على الإرهاب اللي ولا يدخل على الصحراء اللي يدخل على الصحراء الليبية معناه توا معناه وكنت تمشي تشوف الجسوتيرات كديوانة وجيش وحرس مع بعضنا. كذا فرد خط. بيه فماش وعد هكا بإجراء اجتماعات للغرض هذا بينكم بين وزارة الداخلية أو المالية زادك في كيف؟ ما فهم توعد البارح مدير ديوان وزارة المالية قال لنا بالحرف الوحيد ما نجم نعمل شيء وما عندكم عندنا حتى شيء، معناها هذا علاش الديوانية تحاول ترد، بتعرفوا سبب الرئيس اللي تحاول فيه الديوانية رد مدير ديوان بول الجيرة ما حبش تقبل أعضاء النقابة ومدير ديوان اللي قابلهم قال ما عندنا حتى شيء معناها رغم اللي هما مش عارفين محضر الجلسة اللي تصحح قالوا مش عارفين دي محضر الجلسة. واضح سي حسين الجنحاني، شكرا لك على المداخله نتاعك ونتمنوا ما عادش تتكرر المشاهد هذه البارح اللي صارت في ميناء رادس لما حاله، خاطر احنا مانيش ناقصين اليوم معناتها مشاهد من نوع هذايا بعد المطار، وشفنا المطار والعركه بين زوز نقابات وزوز اسلاك، نشوفوا زاد عركه بين زوز اسلاك في ميناء رادس، هذا ممكن يهز شويه من صورة هيبة الدولة في تونس. حاشنا ناس كل سوليدير مع بعضهم، ناس كل يخدموا مع بعضهم الضامنين، عندكم اعتصامات عندكم مطالب يتم إرسالها وإيداعها لدى السلطات المعنية بدون عنف بدون مناوشات كما شفنا البارح، صورة ما بصراحة ما تفرحش برشا. شكرا لك حسين الجنحاني كاتب العام الجهوي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة بنابل، كنت معنا عبر الهاتف. الكلمة ليك.